السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور محمد شريف في حلقة جديدة من خمسة الصعاد. علاج جديد يلوح في الأفق لتصلب الشرايين. تصلب الشرايين اللي هو أحد أكبر أسباب الوفيات في العالم كله. يعني إيه علاج جديد ويعني إيه تصلب شرايين؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو. الأول لازم أفكركم نعمل لايك وشير عشان الحلقة توصل لأكبر قدر من الناس، ومهم جدا بالنسبة لنا إنك تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بأي فيديو جديد ينزل وعشان إحنا نقدر نكمل. ببساطة شديدة تصلب الشرايين عبارة عن إيه؟ انسداد في الشرايين نتيجة تراكم بعض الصفائح الدموية أو الدهون. الناس اللي عندهم الضغط عالي، الناس اللي أوزانهم زايدة، الناس المسرفين في الدهون، كل الناس دي عرضة لحدوث تصلب الشرايين اللي بيكون سبب في جلطة في القلب أو نوبة قلبية أو سكتة قلبية أو لا قدر الله سكتة دماغية اللي هي الاستروك اللي بتعمل شلل نصفي. وياما ناس كتير جدا عايت من المشكلة دي. المشكلة مش في الاستروك نفسه، المشكلة مش في الجلطة نفسها. احنا قبل كده شرحنا في حلقة مطولة بالفيديو بالصور ازاي بيحصل انسداد الشرايين، ولكن الحلقة دي المقصود بيها العلاج. أي دكتور أو أي مستشفى انت بتروح فيها عشان تتعالج من جلطة بيديك مسيلات الدم اللي هو الكليكسان تحت الجلد، ومحاليل فيها مسيلات زي السيريبرولايسين او غيره. دي الطريقة بيسيل الجلطة. احيانا ممكن يعمل قسطرة في القلب او منظار استكشاف. دي كلها طرق عشان يعالج ايه؟ انسداد الشرايين او الجلطة دي. ببساطة بقى العلاج الجديد اكتشف ان في بروتين موجود في الشرايين CD40 وCD40M. البروتين ده الخلايا بتنتجه وقت حدوث الانسداد، وهو ده اللي بيعمل الأزمة الكبيرة. لما بحثوا ودرسوا اكتشفوا ان البروتين ده لو قدروا ان هم يقللوا افرازه هيغير خريطة علاج انسداد الشرايين او الجلطات بشكل عام او تصلب الشرايين بشكل عام. الاثيروسكلروزس علاجها على مستوى العالم هيتغير لو فعلا قدروا يلاقوا علاج يقلل البروتين ده. البروتين ده هو اللي بيخلي الحاله تتفاقم. حالات كتير جدا بيتعمل معاها كل حاجه، الضغط بيتظبط، السكر بيتعالج، الدهون بتتقلل، علاج للدهون، علاج للسيوله، ومع ذلك بتتكرر الجلطات بسبب الاستعداد الوراثي او غيره. حالات كتير جدا بتروح المستشفيات بيحاولوا يعالجوها، بيحاولوا يعملوا افاقه للقلب او غيره وبرضه بيفشلوا. فهنا لو لقوا علاج للبروتين ده صدقوني صعب جدا او نادرا جدا ما هتلاقوا حد بيتوفى بتصلب الشرايين. اتمنى ان هم يقدروا يلحقوا يعملوا ده بدري، لان ده كل يوم بنفقد ناس بسبب الاثيروسكلروزس تصلب الشرايين. ما ننساش نعمل لايك وشير ونعمل اشتراك ونفعل الجرس. اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقه جديده من خمسه لساعتك.